هو بالنسبة لي يعني هو الموضوع بيقول يعني في السؤال: هل الفلبين لها وضع استراتيجي بالنسبة لآسيا أو لدول التحالف بالفلبين؟ ده آخر سؤال. هل الفلبين لها وضع استراتيجي، يعني لها وضع استراتيجي، ثقل استراتيجي في منطقة آسيا، تمام، والدول التحالف، ولا إيه بالظبط يعني؟ فطبعا السؤال أولا للدكتور، بعد كده للأستاذ أسامة، الله بعد كده يخليك للأستاذ الله علي، يخليك الله يخليك وأبو ياسين هيسأل السؤال لنفسه، تسلم وأنا ما تسألش السؤال ده، عشان أنا الله هيقول لك، يبارك فيك. هيقولوا إن أنا بطبل للفلبين. لا لا لا، هو انا اسمح لي اعقب يعني على النقاش يعني بمداخلة بسيطة. هو يعني بالنسبة يعني احنا يعني التناول الموضوع يعني التنمية عنده اوجه، يعني انه تقدم الفلبين في تحديات وفي فرص، يعني في فرص انه شباب، معدل الخصوبة مرتفع، لا احنا امكانيات، ما لناش موارد. علاقة. لا انا يا السؤال اللي هو كان بيسأله ابو لا ياسين، اللي هو انت مالكش دعوة دلوقتي بالدولة من الداخل، تمام، الموقع الاستراتيجي ليها، هل موقعها استراتيجي؟ يعني انا كنت بتكلم قبل كده، انا مش عايز اتكلم عشان كده، انا انا جاي، بتكلم ما ان انا اهميتها حابب، استراتيجيا لا انا تعتبر بغيت نعمل مثلا، يعني توطئة اقول لك حاجة، توطئة. لا موقعها الاستراتيجي مثلا زي مصر في قناة السويس، تمام، موقعها الاستراتيجي مهم جدا بالنسبه لدول العالم زي مصر فيها قناه السويس، بالنسبه للمغرب مضيق جبل طارق جبل وان هي طارق. على اوروبا، تمام، الموقع الاستراتيجي للمغرب ان هي يعني تعتبر ميناء مهم جدا بالنسبه للتوريد لامريكا، الموقع الاستراتيجي ليها، يعني انا بسالك على الموقع الاستراتيجي بتاع الفلبين، انا هل حبيت ده اعمل توطئة يؤهلها حتى في يوم من للمداخلة. الايام ان هي تكون دوله ذات انا شان، قل لا، ذات شأن قوي؟ هي ظهور الفلبين كبلد استراتيجي عالمي ظهر في الحرب العالمية الثانية. أن يعني متى عرف أن الدول يعني المحور في الحرب العالمية الثانية أنه بدأ يخسر من الفلبين، أن خسارة اليابان اليابان كانت في الفلبين، الفلبين. خسرت الفلبين، عرفت بداية النهاية، بداية الانتصار يعني على المحور كان من الفلبين حتى في أوروبا. وهذا انعكس حتى على يعني المعارك اللي كانت في أوروبا. يعني الفلبين عندها دور استراتيجي ليس لآسيا وحدها فقط، وإنما للعالم. يعني أنا ماشي كنبالغ، ولكن هذا هو الواقع، لأن البحر عشان هيقول لك الصين انت الجنوبي. هتبالغ، انت والله هيقول لا ان انت أنا ما بتبالغ مبالغ، زيادة عن اللزوم. لا انا كنت اتحدث بالمعطيات. انا راك عارفني، اذا كان في انتقاد نقوله، ولكن في محاسن كنقولها يعني بكل تجرد علمي، يعني بكل موضوعيه. يعني بالنسبه للموقع استراتيجي، هو موقع استراتيجي ليس لوحده وانما للعالم. هذا جانب، يعني خاصه انها كتواجد بحر الصين الجنوبي، وعندها حدود بحريه كبيره داخل هذا البحر الصين الجنوبي، ولكن ما كاينش واحد ترسيم رسمي وفق قانون الدولي للبحار. ما كاينش واحد ترسيم يعني ثابت مع الدول الأخرى، لأنه يعني في قانون الدولي للبحار عطى واحد المسافة محددة كمنطقة اقتصادية، ولكن ما كاينش واحد الترسيم لها مع الدول الأخرى، مع الصين ومع الدول الجوار منها حتى ماليزيا. وهذا اللي كيشكل واحد الاحتكاك أو واحد صراع، يعني بسيط نقدر نقول أقل ما هو صراع، يعني واحد الاحتكاك مع دول الجوار، خاصة الجانب الماليزي والصينيين. خاصة أن يعني رسميا في الجانب الرسمي أن الفلبين كتقول أن عندها حدود برية مع ماليزيا، ولكن في الواقع الفعلي لا توجد حدود برية لدى الفلبين، لا توجد، سواء فقط في الدعاية الرسمية فقط. هذا جانب، يعني لأنه ما كاينش ترسيم، كاين غير ادعاءات، كل واحد كيدعي وفقط يعني. وهذا كيخلق مشكل. البحر الصين الجنوبي غني بالثروات، هذا يعني وفق الاستكشافات ديال الشركات العالمية، وخاصة يعني الشركات الصينية، أن ولكن الصعوبة ديال استخراج هذه الثروات هذه هو عدم ترسيم الحدود، واستغلال الصين يعني استغلت هذه الظرفية ديال عدم ترسيم الدول المطلة على البحر الصين الجنوبي، وخلاها تستغل. هذه هي المعارضة الأمريكية للصين، يعني خاصة أن الصين كتستغل البحر الصين الجنوبي وكتاخذ منه الثروات. هذا جانب. الجانب الثاني، حتى
الصراع في تايوان خلى الجيش الأمريكي ياخذ 4 قواعد عسكرية جديدة من غير اللي عنده لاستعمالها، يعني الأنشطة العسكرية اللي هي كيشوفها الجانب الصيني أنها عدائية ضده، أو يعني جانب ضده لأنها ممكن تستغلها أمريكا في حالة الصين يعني قامت باجتياح تايوان. هذا جانب. بالنسبة يعني للموقع، الفلبين هو موقع استراتيجي لأنها قريبة لأستراليا، يعني جات في الوسط يعني ما بين أستراليا للصين أو من أستراليا لليابان، يعني جات في وسط الطريق. تعتبر ميناء مهم لأستراليا، وتعتبر قابلة ميناء مهم برضو، أو مهم، ميناء وحتى جوي الطائرات، لجزر وحتى المارشال. الطائرات يعني اللي جايين من الطائرات يعني اللي جايين من أوروبا لأستراليا ونيوزيلندا في الغالب يعني كيكون عندهم إسكال في الفلبين، يعني في أو دول أخرى، ولكن يعني كاين في الفلبين، يعني ممكن أنها تستغل هذا الجانب لصالحها كشكل استراتيجي. والجانب الآخر يعني أن الفلبين من أكثر دول مصدرة للعمالة، يعني في العمالة الماهرة في العالم، وكيوفر لها يعني واحد التواصل مع الدول الغنية، خاصة أن يعني كتلقى جالية كبيرة فلبينية في معظم الدول ذات الاقتصاد يعني الكبير، يعني أو ذات الإمكانيات الاقتصادية اللي كيخليها أن الفلبين عارفة شنو احتياجات تلك الدول، سواء من بلدان الخليج أو في دول أوروبا الغربية أو في أمريكا الشمالية. يعني كتلقى تواجد كبير للجالية الفلبينية في هذه الدول، أنها كتشتغل يعني في مشاريع كبرى أو مشاريع تنموية كبرى في هذه الدول، كتخلي الفلبين على تواصل، يعني على اطلاع، ما نقولوش على تواصل، يعني على اطلاع بالهذا، واللي كيخليها انها يعني تعزز موقعها الاستراتيجي بحكم تواجد العمال ديالها في اغلب اقطار دول العالم. هذا هو الجانب اللي يعني يخلي ان الفلبين يعني بلد استراتيجي ليس لآسيا فقط وانما للعالم. تفضل. طيب الأستاذ أسامة بقى، الأستاذ أسامة، رأيك يا أستاذ أسامة؟ والله انا بحكي انه بالنسبه للفلبين يعني في حاله سياسيا وفي الحروب هي بلد استراتيجي، لانه كانت تستخدم اراضيها في الانطلاق لايش الحملات اللي ضد الدول الاخرى. لكن انا كاقتصاديا انا بشوفها ضعيفه استراتيجيا، لانها دوله لحالها، هيك وقت لحالها، فهمت علي كيف؟ من الشمال عندك تايوان، عندك بحر الصين الجنوبي، من الشرق عندك بحر الفلبين، محاصرة يعني عندك من دول الأغنياء يعني، أو لا محاصرة من الدول اللي هي الغنية يعني، زي اليابان، زي بتاعها كوريا، طارق. الصين، تايوان، سنغافورة. طب ما أنت كده، ده احسنت احسنت ممكن ده يؤدي إن الدول دي تقف جنبها، يعني لا طالما هي لا دولة فقيرة وسط دول الأغنياء، انا فممكن بحكي الدول دي استراتيجي، كلها تساعدها، يعني بحكي تساعدها بالنهوض استراتيجي، أكتر. انا فاهم عليك. هلا ممكن تساعدها، لكن حكي استراتيجيا. هل ايش معنى استراتيجيا؟ يعني اذا كانت هي عباره عن ممر ملاحي مهم جدا، او الى التجاره، او انه دائما زي ما تفضلت انت قناه السويس، عندك مثلا عندك في حواليها طرق، يعني تكون هي حلقه وصل بين بلدان. الفلبين بلد يعني شو الحلقه الوصل معها؟ يمكن مع استراليا، وقريبه من عند جزيره اللي هي بلاوان، قريبه على شو اسمها، على ماليزيا صح؟ وجزر المارشيل، فيتنام. جزر المارشيل، وفي بعض السفن بتطلع من هنا على أمريكا برضو، بس بتطلع من هنا مش على انا أمريكا. شفت لك، يعني ليست بذلك الثقل، انا بوجهه نظري ليست بذلك الثقل، انها دوله استراتيجيه مهمه جدا في الاقتصاد او الاقتصاد العالمي، ممر ملاحه مهم جدا. انا بتصور انه مش هذاك الثقل. اي نعم، هذا لا يمنع انها تكون يعني فيها اللي هو توصل عندها البواخر، توصل عندها اللي هو الطائرات زي ما تفضلتوا، تكون تنزل على جزر المارشال، معبر مهم جدا لجزر المارشال، مارشال هي عفوا ولا مارشال هي اسمها. لكن انه تكون هي ثقل اقتصادي مهم جدا في، لا ما انا بالنسبه لي مش مهمه هذيك جدا.
عندك ماليزيا مهمة جدا، عندك فيتنام، عندك كوريا، عندك الصين، يعني عندك ممكن تكون سياسيا لكن ليست تجاريا. هاي وجهة يعني نظري. ممكن تكون سياسيا لها ثقل استراتيجي لكن ما لهاش ثقل استراتيجي في بالفعل التجارة يعني او في التجارة العالمية. انا هاي وجهة نظري. هذا لا طبعا هذا لا يمنع ان حكينا من اول انه هي كدولة تنهض في اقتصادها، ولما يكون إلها شان يمكن تتغير المعادلة تماما. ترى طب ما انا حديك مثال، سنغافورة يعني ما هيش ثقل استراتيجي في اي شيء، يعني ما عندهاش اي شيء، بل تعتبر بلد مدفونة دفنة ما بعدها دفنة، ورغم ذلك الميناء بتاع سنغافورة من اهم المواني. أيوة. من حيث الطيران او من حيث البحري من اهم المواني الموجودة في جنوب شرق اسيا سنغافورة، رغم ان هي مدفونة فعلا، يعني الميناء بتاعها وهي ذات نفسها مدفونة في وسط 500,000 جزيرة من ضمنها المالديف وعندها حاجات كثيرة. قلت لك انا هلا اخ ابو احمد وطبعا حديثك قلت لك ممكن هي لما تصير من مصاف الدول اللي هي من ضمور اسيا تتغير المعادلات. احنا بنشوف احنا في العالم في المتغيرات بتصير في العالم، تلاقي دولة طلعت نشأت فجأة. يعني اليابان بعد الحرب كانت مدمار ما حد يطلع عليها، لما صار لها ثقل وزن صارت هي من أهم الدول العالم اقتصاديا مهمة جدا. شوف لوين عندك مثلا